بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 42 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فالسلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بهذه الآية التي سأل عنها أحد الأخوة المستمعين الكرام، يقول: ما المقصود بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، أي يمنع التصدق وبذل المال في سبيل الله وفي طاعة الله من باب البخل لذلك. ولهذا قال بعدها: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. فهو يحب المال ولكنه يكره أن ينفق منه، يحب جمعه ويكره الإنفاق منه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه طبيعة الإنسان، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى احتسب الأجر عند الله، فإنه يسهل عليه بذل المال في طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، هذا محمد من الرياض، يقول: ما هو واجبنا تجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم اقتداء به قولا وبالعمل؟ واجبنا نحو المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، أولا أن نشهد أنه رسول الله حقا، وثانيا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين، وثالثا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به ونجتنب ما نهانا عنه. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه يعني الرسول تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعته واجبة لفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن نؤمن أنه لا ينطق عن الهوى، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو معصوم فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى. ونعتقد أنه خاتم النبيين، لا نبي بعده، من ادعى النبوة بعده فهو كذاب. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب. وكذلك من حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومن حقوقه علينا أن نذب عنه من يتكلم فيه ونرد عليه، وأن نكذب ما يلصق به صلى الله عليه وسلم من قبل الأعداء من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، أن ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا يقول: بعض الناس من النساء والرجال جرت اليمين على لسانه بغير قصد وأحيانا بقصد، هل يعتبر يمين أم تدخل في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ ما جرى على اللسان من غير قصد عقد اليمين فهو من اللغو، والمراد بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وما كان معه قصد فإن كان على أمر مستقبل وخالفه، إذا حلف أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا وخالف يمينه، أو حلف على شخص أن يفعل أو لا يفعل وخالف يمينه، وجبت عليه الكفارة. قال جل وعلا:
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأما إذا حلف على أمر ماض فإن كان كاذبا كأن يخبر أن فلانا أتى أو فلانا لم يأتي أو فلانا فعل كذا أو حلف أنه لم يفعل كذا أو فعل كذا وهو كاذب أو حلف على هذه السلعة أنه اشتراها بكذا وهو كذاب، هذه اليمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذه اليمين الغموس. أما إذا حلف على الماضي ظنا منه ما يغلب على ظنه أنه صادق تبين بخلاف ذلك فهو أيضا من لغو اليمين، لا يؤاخذه الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: امرأة مرضت مرضا شديدا فنذرت أن شفيت أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فلما شفاها الله صامت، ولكن مرضت بعدها بعدة سنوات فلم تستطع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبنائها أو تطعم عن كل يوم؟ إذا لم تستطع الصيام فلا يلزمها ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تكفر كفارة يمين كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: ما هي الموبقات 7، وهل السحر وأتيان السحرة منهن، وكيف أتجنب ذلك؟ الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه هي 7 الموبقات. وتتجنبها بأن لا تفعل الأسباب التي تؤدي إليها، تبتعد عنها. نعم، أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة أخرى بعثها أحد الأخوة محمد خياط، يقول: هل الجن من المسلمين يكفن ويصلى عليهم ويدفنون مثل الإنسان المسلم؟ هذا عند الجن، يتولاه قومه الجن، أما الإنس لا يرونه ولا يتولونه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سالم من تبوك يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا؟ المقصود بذلك المحافظة على النساء، عدم ظلمهن وأخذ حقوقهن واستضعافهن، والمحافظة عليهن مما يضرهن أو يفسد أخلاقهن. الرجال قوامون على النساء، يقوم عليها وليها عمل مصالحها وتجنيبها لما يضرها، لأنه راع عليها ومسؤول عن رعيته. نعم، يقول سؤاله الآخر، يقول: هل من عدم توريث المرأة ظلم لحقوقها وعدم توصي بحقوقها؟ ما في شك، هذا من أعمال الجاهلية، هم الذين يمنعون المرأة من الميراث، ولا تزال بعض القبائل التي عندها جاهلية تعمل هذا، تمنع المرأة من الميراث، وهذا ظلم كبير، هذا ظلم كبير وتعد لحقوق الله. الله جل وعلا فرض المواريث للرجال والنساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم، أحسن الله إليكم. انتقل إلى السؤال بعثه الأخ محمد ياسر، يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما حكم دفع الزكاة لرجل إذا سألته قلت له: هل أنت تستحق الزكاة؟ فقال لي: نعم، هل أعطيها أم لا؟ إذا كنت تعرف أنه يستحق الزكاة من ظاهر حاله ومن ما تعلم به أنه مستحق للزكاة فأعطه ولو لم تسأله، أما إذا لم تعلم عن حاله شيئا بإمكانك أن تسأل عنه من يعرفونه من جيرانه ومخالطيه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: كيف أحقق الخشية من الله سبحانه وتعالى في أمور ديني ودنياي، وما معنى قول الله عز وجل: ولم يخش إلا الله؟ الخشية من أنواع العبادة، وهي من العبادة القلبية، وهي خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته، وهذا شيء يجعله الله في قلب عبده المؤمن، وكلما قوي علم العبد بربه قويت خشيته له، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء بالله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا محمد صديق من جدة يقول: حفظ
حفظكم الله، كيف أحقق تقوى الله سبحانه وتعالى في عملي، حيث أنني أعمل محاسب في إحدى الشركات وأخاف على نفسي من أن أسرق شيئا من هذا المال؟ نعم، تحقق تقوى الله بالأمانة بما استؤمنت عليه، ألا تأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحبه ورضاه، وتكتفي بالراتب الذي يدفع لك، ولا تأخذ شيئا مما وليت عليه، وتعطي الناس حقوقهم التي يستحقونها دون أن تأخذ عليهم شيئا من أموالهم أو تقبل الرشوة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إبراهيم من جدة، هل يجوز أن أقصر الظهر والعصر والسفر يكون بعد ساعة من قبل سفري؟ القصر والجمع والفطر في رمضان إنما يبدأ من خروجك من البلد واتجاهك إلى السفر، أما ما دمت في بلدك أو في بيتك فأنت لست مسافرا، أنت مقيم، ولو نويت السفر ما يكفي هذا، تخرج من البلد وتبرز متجها إلى قصدك. نعم، بارك الله فيكم. صالح من اليمن يسأل يقول: هل الدخان حرام والقات كذلك؟ نعم، كل ما يضر بالعقل ويفتر الجسم ويضر بالصحة فإنه محرم، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن القات والدخان إنهما من الخبائث لما يترتب على تعاطيهما من المحاذير والأمراض والكسل والخمول وغير ذلك، ولما فيهما من الأذى لمن يتعاطاهما برائحتهما وكره مذاقهما، وأنهما لا يسمنان ولا يغنيان من جوع، وأنهما يؤذيان الناس والجلس برائحتهما، وأشد من ذلك أنهما يؤثران في الجسم تأثيرا بليغا ظاهرا بشحوب صاحبهما وبالأمراض التي تنشأ عنهما، كما شخص ذلك الأطباء. من آفات القات، وهو أشد من الدخان، أن صاحبه يخزن ما يسمونه بالتخزين، يضع في فمه شيء من القات ثم يجلس طول النهار أو ساعات كثيرة لا يصلي ولا يعمل شيء من مصالح دينه ودنياه، يعطل المصالح بل يعطل الفرائض لمدة تخزينه، هذا دليل على قبحه وأنه من الخبائث والمعوقات عن طاعة الله والمعوقات عن طلب الرزق وغير ذلك من المحاذير فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سائل آخر، أبو إبراهيم من نجران يسأل عن الحج، يقول: بارك الله فيكم، إذا نويت الحج لوالدي رحمه الله وأنا لم أحج حتى الآن، فما هو الأفضل في ذلك؟ لا يجوز لك أن تحج عن والدك وأنت لم تحج عن نفسك حجة الإسلام، الواجب أن تبدأ بنفسك فتحج لنفسك ثم تحج عن والدك، قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي مات. قال صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يشترط في النائب في الحج أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولا. نعم، هذا سائل آخر أيضا في موضوع الحج يسأل يقول: من كانت لديه القدرة والاستطاعة ولكنه لا يرغب الحج وهو لم يحج فرضه، فماذا عليه؟ يجب عليه المبادرة، الحج يجب على الفور لمن استطاع، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة في العمر، فمن زاد فهو تطوع. على كل حال يجب على المستطيع بدنيا وماليا المبادرة بالحج ولا يتأخر، لأنه لا يدري ما يعرض له في المستقبل، وقد جاء في الحديث: تعجلوا الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم، أحسن الله إليكم. هذا المرسل عين ميم من أبها يقول: شاب تزوج في شعبان وأقبل عليه شهر رمضان الماضي فأفطر الشهر كاملا، أفتون في ذلك أثابكم الله، ماذا علي؟ أسأل الله العافية، الزواج نعمة من الله، الواجب عليه شكر هذه النعمة، أما أنه يترك صوم رمضان بمناسبة أنه متزوج هذا معصية ولا يجوز له، إلا إن كان مريضا أو مسافرا أو ممن عذر الله سبحانه وتعالى يجب عليه الصوم، ولو كان تزوجا قريبا، الله جل وعلا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففي الليل كفاية له مع زوجته، أما في النهار فيصوم من طلوع الفجر إلى
قبل غروب الشمس في رمضان كل يوم إلى أن يكمل الشهر، لأنه ركن من أركان الإسلام، فريضة قطعية لا يجوز التساهل فيه بحجة أنه متزوج قريبا. بل إن بعضهم، وهذا كثر السؤال والوقوع فيه، بعضهم إذا تزوج في رمضان يطأ زوجته في النهار، يجعل رمضان شهر العسل يقولون، هذا من الجهل ومن انتهاك حرمة الشهر، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات السائلة تقول: ما هي شروط الاستطاعة للحج بالنسبة للمرأة؟ أن المرأة كالرجل، اشترط لها وجود الزاد الذي يبلغها ذهابا وإيابا، ووجود المركب المناسب، وشرط ثالث بالنسبة للمرأة هو وجود المحرم الذي يحج معها. فإذا وجدت الزاد والراحلة ولكن لم تجد المحرم، تنتظر حتى تجد المحرم ثم تحج، فإن أيست من المحرم فإنها توكل من يحج عنها بالنيابة. نعم. سؤالها الآخر تقول: لي منزل مؤجر بعائد سنوي، فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول على الزكاة بداية من العقد، من عقد الإيجار تم الحول، أجبت الزكاة في الأجرة إن كانت تبلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: أنا محمد من اليمن، ما حكم من يأخذ مهر ابنته ولم يعطيها شيء من هذا المهر؟ هذا جائز ولكنه خلاف الأولى، لأنها تحتاج، فلا يأخذه كله، إنما يأخذه منه ويمون حاجتها من مهرها. نعم. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، وهو من جد يسأل، يقول: بارك الله فيكم، هل هناك اختلاف بأن يعطي الأب أو يسدد الأب دين ولده من الزكاة؟ نعم، الجمهور على منع ذلك، لأنها لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، فإذا أراد أن يسدد دين ابنه يسدده من غير الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.